ابراهيم الجيزه معايا. يا استاذ ابراهيم انا استاذ اتفضل يا فندم. القصه دي انا مريت بيها مع ابني بس الحمد لله ربنا نجاه، ولو عايز نبعث لك صورتك وتقرير الطبي الشرعي ممكن ابعته لك. ايه اللي حصل مع ابنك؟ الداخل بتاعي جاي من الشغل بالليل من مصر يعني، وجاي لا خناقه بيسلك في فيها واحد ابن حرام راح واخد من اللي الثاني جايب القطر وجابه من عند ودنه لاخر شفته. لا حول ولا قوه. جاب له 15 سم بعمق 2 سم قطع بالغده الدرقيه وبالعصب السابع في الليه في الودن. يا استاذ احمد ورفعنا قضيه، قلنا القضيه هتاخد ايه؟ مش عايزين نجرد الشر. رحنا للمحكمه علشان ناخد حق ابننا، ومشينا مع القاضي وكل حاجه، وحاطين ما يثبت التقرير الشرعي بيثبت ان ده مضروب بهياله حاده مثل المطوه في الوجه وبعمق 15 سم بداخل البتاع، يعني الشفه كان ممكن تعدت على بعضيها. ماشي؟ وفي الوقت ده كان القاضي المفروض يحكم. ربنا ينعل ابو شقه دخل، كان في واحد تاجر مخدرات كان واخد 25 سنه من القاهره للجيزه، جابوا الجيزه ودفع للقاضي وطلع كل اللي في الجلسه براءه بما فيهم اللي ضرب ابني. لا حول ولا قوه. انا لو كنت داول الشر في الوقت ده يا استاذ احمد اقسم بالله كنت عملت اللي ما يعمل، بس انا قلت امشي بما يرضي الله بالقانون اللي احنا بنداس. ما حماكش القانون يا عم ابراهيم. انا لو كنت عايز اثبت لك كلامي ده ممكن ابعت لك صورتين. لا انا بقول لك القانون حماك ولا ما حماكش؟ ما حمانيش يا استاذ احمد. الرشاوي اتدفعت والحاجات اتدفعت والضرب رايح جاي، انا لو ناوي الشر هولع فيه هو راكب العربيه، بس انا ما احبش الشر. يعني انت بتتعامل ان في دوله او في نظام هنبلطج يعني، ما احنا هنمشي ورا القانون يعني. ما احنا مش عايزين كده يا مش عايزين تبقى غاب. انا معاك يا عم نبيل، انا معاك. ربنا الحمد لله على سلامة ابنك وربنا يسلمه ويسلم شبابنا كلهم. الحمد لله يا استاذ احمد، بس انا بقول لك ادي اللي بيحصل في البلد بتاعتنا. ادي وانا في واحد ماشي بما يرضي الله، تدفع فلوس تمشي للي عايزه، ربنا ينعلهم في كل وقت، ربنا ينعلهم والله العظيم. ربنا يكون في عون الناس يا عم نبيل، بشكرك جدا.